Sabula tariku kɔnɔ laïc mortal a sira dugu dugu kɔnɔ duwawu ni barika bɛ yen. Sumaworo talu sira dugu dugu kɔnɔ duwawu ni barika bɛ yen. Sumaworo tali. Tɔ walifu. Tɔ walifu. Barika ye duwawu ni duwawu ni. N'o bɔnsɔnw ye o duwawu kelen ta bi. N'o duwawu kelen taara bi Ibrahim Boubacar Keita ye ka taa jamana ye a ko y'an wasa. Alhamdulilahi rabbil alamin. Foyi tɛ bonya ni lɔ sira b'a kan ko mɔgɔw aw na bonya dɔ b'a fɔ k'e man kɛnɛ. Ni kosɛbɛ. Abilayi Jawara i tulo bɛ kuma la i tulo bɛ i faw kan na i tulo bɛ i kɔrɔw kan na i ka ɲi parce que den kɔni i ka k'i fa ye i ka tɛmɛ i fa la n'i fa ka kan ni bonya min kɛra i kɔrɔkɛ Ibrahim ye yan o kɛra e le ye. Jamu ko tɛ dɛ mɔgɔ balima tɛ mɔgɔ ye ni min bɛnna dɔ i balima le ye Jawara. Ala sigi sɔn ala k'an bɛn sa ala ka jamana sabati ala ka kɛnɛya di ala ka aw ka kabila sabati ni kɛla lila masa la. Jɔn nka bintan hala ko heddi dɛ nga ɗon duwawu ɗon duwawu leydi fu nga ɗon duwawu Allah yettin duwawuji mum Allah moƴƴi Allah moƴƴi bisimilla. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وراسقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصحي والنسيان أو تحريف كلمة أو موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان اكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلحان. اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ورزقنا فضل من قرأه مؤدٍ حقه ما على الأعضاء والقلب واللسان. وحب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. اهدنا قبل المنايا أن نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. بيض وجوهنا يوم البأس وأعتق رقابنا من النيران. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان. وجعلنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أكرمنا بلقائك يا ديان ستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعدنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. زدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم.
بارك لنا بالآيات والذكر الحكيم آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم زينا بزينة القرآن آمين. وأكرمنا بكرامة القرآن آمين. وبسنا بخلعة القرآن آمين. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بكرامة القرآن آمين. ودخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وثم في القيامة شفيعا وعلى صراط نورا آمين. للجنة رفيقا بيننا وبين النار سترا وحجابا آمين. للخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن والفضل والإحسان آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلامة بكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالالف الفة بالباء بركة بالتاء توبة بالساء ثوابا بالجيم جمالا بالهاء حكمة بالخاء خلانا بالدال دنوا بالذال ذكاء بالراء رحمة بالزاء زلفة بالسين سناء بالشين شفاء بالصاد صدقاء بالضاد دياء بالطاء دهارة بالذاء زفرة وبالعين علما وبالغين غناء بالفاء فلاحا بالالف قربة بالكاف كفاية بالألف والميم موئرة وبالنون نورا والواو وصلا بالحاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين وخذ آمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذ من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين وخذ من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين الله جابنا جابنا أسلام على رسول الله على